صور الطلقات الناريه. يعني هذه اثر الرصاص. طيب فبعد فترة بسيطة يعني جاي يعني حقنا الأمن السياسي ويعني أشوفهم ببذلات هكذا، ولكن شكلهم مسلحين كلهم، هذا قبل لا يجوا رجال الأمن. فأخذوا احتياطاتهم يعني في المركز هذا وفي القوم الترابي هذا وفي العمارة هذه، وهم كلهم بشكل مسلحين. فخرجوا هذولا ثلاثة أنفار من هنا، اقتربوا يعني من المكان، المسلحين اقتربوا من المكان وبلغوا رجال الشرطة. فطبعا يعني هذول دروا بانفسهم قدهم محاصرين، ما عاد يمكن من الخروج منهم. قاموا اطلقوا رصاص من فوق السطح هذا، وانا اشاهدهم من فوق العماره. قاموا بطلق الرصاص، فلما قاموا بدايه بطلق الرصاص هم فجوبوا عليهم. فلما جاوا يخرجوا قد النار عليهم واسبة. أيوة أقبلوا، رجعوا إلى داخل، رجعوا إلى داخل، تلثموا، أخذوا يعني أسلحتهم وما بالله غامروا في وسط النار وخرجوا. فكان يرشوا بالأوالي حقهم شمال ويمين على المتجمعين وعلى رجال الأمن والأمن السياسي وغيرهم. كنا جالسين هنا، كنا جالسين في هذه المنطقة وسمعنا الانفجار، ظنينا انه انفجار سيارة وكذا. عندما رحنا رأينا السواق منبطح عن الأرض، والجثة يعني منظر مشنع، الجثة يعني فكر نفسه ما أدري ما هو السبب.